السلام عليكم. بشكل رسمي صحيفة سبورت بتنشر عن احصائية بتبين ان لامين يامال اتفوق على اندريك لاعب ريال مدريد في الموسم ده، اذا كان بالاهداف او صناعة الاهداف، ده غير المراوغات والتمريرات الصحيحة. ما تتخضش كده لانك لسه هتتخض قدام، وخصوصا لما تسمع التفاصيل اللي نشرتها صحيفة سبورت في تقريرها. بس بفكرك تضرب لايك، ولو مش مشترك تشترك، ولو مشترك ومش مفعل الجرس تفعل الجرس. ويلا بينا نبدأ بعد الانترو. كلنا عارفين ان لامين يامال عنده 16 سنه، والبرازيلي اندريك لاعب ريال مدريد عنده 17 سنه، فلامين يامال اتفوق عليه بشكل كامل، وده من كل الاتجاهات وفي كل شيء حرفيا. في ريال مدريد مش بيقارنوا لامين يامال الموسم ده باي لاعب من عندهم، لان لامين يامال الموسم ده اتفوق في كل شيء. هما ممكن يكونوا بيقارنوا ما بين اردا جولر وفيرمين لوبيز، او بيقارنوا ما بين بدري وبيلينغهام، لكنهم لم يجرؤوا على مقارنه اندريك ولامين يامال، لان حرفيا لامين يامال اكتسح كل شيء. لامين يامال الموسم ده تم تسجيله كأعظم موسم بتاريخ كرة القدم للاعب بعمر 16 سنة، لأن الأسطورة ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو ما لعبوش للفريق الأول في عمر 16 سنة، وبكده لامين يامال يبقى انفرد بصدارة الرقم ده. لامين يامال الموسم ده قام ب 112 مراوغة، ده في كل الموسم، يعني في دوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني وكأس الملك والسوبر الأسباني، وهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم بيحطم الرقم ده بعمر 16 سنة. وبرشلونة قاموا بتعيين فريق طبي كامل للامين يامال علشان يراقبوا حالته الصحية، وعندهم أجهزة قياس الجهد، وبيمتلكوا في برشلونه اجهزه لمعرفه تضرر القدم لو كانت مرهقه. باختصار هو ان لامين يامال اكتر لاعب بيتم العنايه بيه في برشلونه. لامين يامال الموسم ده سجل اهداف عظيمه وصنع كرات لا تصدق، ومش ممكن تشوفه في اي مباراه مش بيراوغ، بالعكس ده بيراوغ في كل المباريات، وكل مباراه لعبها حصل على اقل تقييم 8 من 10، وده بيبين الدور المهم لامين يامال. فياريت تقول لي رايك في الكلام ده، ايا إن كان انتمائك، ان كان لبرشلونه او لريال مدريد، انت مع موهبه لامين يامال ولا موهبه اندريك؟ هستنى مشاركتكم في التعليقات، وياريت يكون الفيديو عجبك ويكون يستاهل انك تضرب لايك، ولو مش مشترك تشترك، ولو مشترك ومش مفعل الجرس تفعل الجرس. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات تانية وسلام.